ليس بنك أموال، بنك يوم القيامة، البنك البشري، إنجاز علمي بارع في عالمنا الغامض. إنه بنك الحياة في حال حدوث حروب نووية، بنك إطعام البشرية في كل دول العالم. ماذا يحتوي هذا البنك إذن؟ إنه قبو سفالبارد، أهم بنك مركزي في العالم لبذور النباتات، في جزيرة سبيتسبيرغن في أرخبيل النرويجية في القطب الشمالي النائي، حيث تم اختيار القبو بدقة واحترافية من قبل العلماء، إذ إنه بارد جداً ولا يتعرض للزلازل والبراكين، حتى القوة النووية لا تؤثر فيه. تم إنشاؤه على ارتفاع 130 متراً فوق سطح البحر، مما يجعله آمناً حين ذوبان الثلوج. وفي تغريدة على تويتر لرئيس وزراء النرويج السابق جين ستولنبرغ، قال إنه أهم مخزن في العالم، بنك الأجيال القادمة، ففي داخل القبو ثروات أغلى من الذهب. هذا من الممكن أن يحتوي على 1,100,000 عينة للبذور، ما يعادل 2,500,000,000 بذرة من 6,000 نوع من النباتات من 89 بنك حول العالم للحفاظ عليها من الحروب. المخزن الزراعي الضخم يجمع كل الدول بقبو، إذ إنك ستجد بذور روسية وأخرى يابانية، حتى كوريا الشمالية تحتفظ ببذورها فيها، ولكن هناك رف واحد فارغ، إنه لمدينة حلب السورية التي استعادت بذورها بعدما دمرت الحرب مخزونها. تم بناء القبو في 2008 وبتكلفة 9 ملايين دولار. للقبو 5 أبواب فولاذية مشفرة يتم فتحها بضع مرات في العالم لكي لا يتعرض مخزونه للعالم الخارجي. تحفظ العينات بدرجة حرارة 17 درجة مئوية تحت الصفر لتبقى البذور آمنة ل200 سنة على الأقل. وقال جين أننا نمتلك أفضل فريزر معزول عن العالم، إذ توضع البذور في أكياس الألمنيوم بثلاث طبقات وتوضع عليها رموز لتدل على بنك الجينات القادمة حين الحاجة. يتم سحبها واستنساخها جينياً لإنتاج أكبر كمية من الحبوب في حال وقوع كارثة لا تحمد عقباها. بماذا سيفاجئنا العالم والتطور في السنوات القادمة بعد شريحة ماسك والروبوتات والرجل الآلي وقبو المجاعات؟